السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. كل عام وأنتم بخير. اتأخرت عليكم شوية، معلش كنت تعبانة. بشكر المتابعين الجميلة اللي بتسأل عليا، يا رب يخليكم، يا رب كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم أكلة سهلة جدا 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 وحلوة جدا جدا. هنعمل مع بعض الكبدة اللي انت بتبقي ماشية في الشارع وبتشم ريحتها. هعمل معاكي النهاردة أسهل وأطعم طبق كبدة، وهنعمل كمان جنبه طبق مكرونة. طبعا عايزين نعرف ايه المكون اللي بيخليكي تبقي ماشية في الشارع وبتشمي ريحة الكبدة. النهاردة هقولك على سر من أسرار الكبدة اللي بتبقى في الشارع. معايا هنا حوالي كيلو إلا ربع كبدة، معايا التوابل بتاعتي، والسر اللي احنا قلنا عليه هنا. معايا كاري، معايا فلفل أسود، معايا توم باودر، معايا بصل بودر، معايا شطة، طبعا شطة حسب الرغبة. معايا توم بودر، بصل بودر، شطة، ملح، بابريكا. معايا هنا شوية فلفل محترمين كده، طبعا الفلفل ده حار او مش حار دي براحتك انتي حسب الرغبة. معايا هنا حوالي بصلتين حلوين كده. معايا هنا طبعا الطماطم بتاع المكرونة، انا مصفياها، يعني انا ضربها في الخلاط ومصفياها، مصفياها عشان المكرونة. معايا هنا حوالي كيلو الا ربع مكرونة، تمام. معايا هنا مرقه دجاج، معايا توم، معايا ليمون، ومعانا كمان معلقه خل. اول حاجه يا حبايبي طبعا انا بجيب الكبده، هنعصر عليها الليمون اهو. طبعا انا جايبه ليمونتين محترمين كده حلوين، هنعصر عليها الليمون. هنحط بقى كمان معلقه خل، معلقه خل صغيره كده كده، انا بحطها على الكبده وبسيبها شويه، تمام. بعد كده بنعمل ايه بقى؟ حلة على النار هنحط فيها شوية زيت محترمين كده، شوية زيت حلوين كده. عايزة تحطي زيت، عايزة تحطي سمنة، دي حاجة بترجع لك انت، بس انا بحط زيت. طبعا احنا عملنا هنا الكبدة على ال، حطينا عليها الليمون على الخل. اول ما تقدح بصي بقى يا حبايب قلبي، الخطوة دي لو انت عندك ليا بتحطي، يعني اللي بيعملوها برة بتحطوا، لازم يحطوا ليا، بس انا صراحة بخاف من ليا عشان انا بعمل رجيم وبخاف من السمنة والدهون والكلام ده. فانت لو عندك ليا بتحطي ليا الاول، بتخلي طعمها رهيب. اول حاجة يا حبايب قلبي بتجيبي معلقة توم محترمة كده، طبعا ما تنسيش قلت لك لو عندك ليا تحطيها، بتديها طعم رهيب. يمكن ده سر من اسرار المحلات او العربيات زي ما بيقولوا. بعد كده هنحط بقى الكبده، بس في حاجه عايزه اقولها لكم، مش هينفع نحط الكبده مره واحده. انا هنا معايا كيلو الا ربع كبده، هحطها على حوالي 3 مرات. طبعا لازم اكون معليه النار جدا. حبيبي انا مش هحطها مره واحده، طبعا الكبده ما بتتغسلش. عايزه اقول لكم كده معلش، الكبده يا دوبك بتيجي تحطي عليها الخل والليمون ما بتتغسلش. احنا مش هنعملها مره واحده، اول حاجه هنحط اول جزء اهو عشان مش عايزين فيها ميه خالص. بصوا حبايبي كده نحط بقى الجزء الثاني. بسم الله. تالت جزء يا حبايب قلبي، يبقى انا كده حطيتها على 3 اجزاء، على 3 اجزاء اهو. شايفين الكبده نشفت ازاي؟ مفيش ميه فيها خالص عشان ما حطيناهاش، انما انت لو حطيتيها مره واحده طبعا هتلاقيها كلها ميه. هنسيبها بقى تنشف شويه واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. طبعا يا حبايب قلبي شايفين دي بعد ما استوت اهي وناشفه ما شاء الله ما فيهاش ميه،
عايزين بقى نعرف سر من اسرار الكبده وسر من اسرار ريحتها الجميله اللي وانت ماشيه في الشارع بتشمي ريحتها. بص يا حبيب قلبي، المكون اللي بيخلي ريحتها جباره وهو الكاري، معلقه كاري جميله كده هي دي اللي بتخليها. طبعا هنا معايا كاري، فلفل اسود، ثوم باودر، هنحط بقى التوابل الاول، معايا بصل باودر، معايا ملح، معايا شطه حسب الرغبه، معايا بابريكا، معايا ملح. هنقلب ده في بعضه كده. عايزه اقول لكم بقى الريحه بتاعتها دلوقتي ما شاء الله، توابل. بعد كده حبايبي معلقه كزبره ناشفه، معلش يعني نسيت اقول لكم عليها، طبعا الكزبره الناشفه بتبقى حلوه في كل حاجه. بعد كده هنقلبها. ريحه الكبده ما شاء الله، عايزه اقول لكم يعني. بعد كده يا حبايب قلبي برضو سر من اسرار الكبده ان هما بيحطوا فلفل كتير. عايزه اقول لكم بالنسبه للكبده الاسكندراني ما بيحطوش عليها بصل، يعني هو بتبقى كده بس ثوم وفلفل وبس كده، بس انا هحط لها بصل. يعني انا بعد ما حطيت الفلفل اهو هحط كمان بصل، لان البصل بيديها طعم حلو قوي. بصلتين حلوين كده، يعني الكبده تقريبا ما بتاخدش تعميلها 10 دقايق اهو يا حبايب قلبي. طبعا انا مش عايزه اسوي الفلفل كده، انا يا دوبك هديله كده كام تقليبه كده وهط عليه، انا عايزاه يبقى مجروش كده في اللايف كده. ودلوقتي يا حبايب قلبي بقى هعمل معاكم طبق مكرونه هتاكلوا صوابعكم وراه. اول حاجه انا معايا حله هنا على النار، معايا هنا حله على النار، والحلة طبعا التانية ايه هنعمل فيها التقليب بتاع المكرونة. تمام، اول حاجة هنعمل ايه هنا، هنسيب المية تغلي شوية. تمام، بعد كده الحلة التانية هنحط فيها زيت، طبعا مكرونة عايزة زيت برضو، لو عايزة تحطي معلقة سمنة ماشي، بس ياريت يبقى زيت افضل. يعني هنسيبها برضو تقدح شوية حبايب قلبي. هنا سايبين الميه على النار بتغلي، وبعد كده جبنا حله حطينا فيها شويه زيت. هنعمل اول حاجه فيها ايه، هنحط كده الفلايه حاميه كده. طبعا انا بعمل لكم المكرونه بطريقه بقى هتاكلوا صوابعكم وراها. بعد كده حبايبي معلقه ثوم كده، خليكم معايا واعملوها بالطريقه دي، طريقه بالله تحفه تحفه تحفه. بعد كده يا حبيبي هنحط معلقه خل صغيره، بصوا معلقه خل صغيره قوي يعني. طبعا مش عايزين نحمر التومه، احنا دلوقتي هنقلبها تقليبه كده. بعد كده يا حبايبي انا جبت بصلايه صغيره جدا مقطعاها كده زي ما انت عايزه، انا مش بحب ايه ان انا انعمها قوي يعني. هسيبها بقى اقلبها واديكم. بعد كده يا حبايبي هنحط دمه مرقتين اهم، هنحطهم كمان. طبعا المكرونه لها كام طريقه، وعلى فكره بتتعمل من غير البصل خالص وبتبقى جميله جدا برضو، يعني انت سواء عايزه تعمليها كده او كده مفيش مشكله. هنصفرها بقى شويه كده، مش هنحمرها قوي. طبعا على ما نصفر دي الميه معايا غلت بتاع المكرونه، خلوني حبايب قلبي هنحط لها شويه زيت. طبعا هحط لها شويه زيت اهو، وشويه ملح كمان، حطينا كمان شويه ملح. بعد كده هنسقط المكرونه يا حبايبي. طبعا الميه زي ما قلت لكم حطينا زيت. إيه عايزه بقى انت تعملي مكرونه صغيره كبيره حسب ما انت عايزه كده يا حبايب قلبي. كده البصله اصفرت معايا اهو، تمام. هنسيبها كمان شويه، احنا مش عايزين نحمرها. هنحط بقى الطماطم،
طبعا الطماطم دي انا ضربها في الخلاط مصفياها. كده يا حباب قلبي انا بقلب المكرونه وحطيتها، هنسيبها بقى ان هي ايه ان هي تتسلق معاها. بقى هنحط التوابل بتاع المكرونه، معايا هنا شويه ملح، طبعا انتي بتدوري بقى، معايا هنا فلفل اسود، معايا شويه شطه حسب الرغبه، بس الشطه بصراحه بتديلها طعم جميل قوي. بس كده على المكرونه، المكرونه استوت معايا اهو، هصفيها بقى واوريها لك. كده حبايب قلبي بقلب المكرونه اهو بعد ما سلقت وشلناها. تمام. وده حبيبي بعد ما عملت المكرونه وغرفتها وادى الكبده، وكده الشكل النهائي بتاعنا، وهتاكلي احلى كبده. ويا رب يا حبيب قلبي، ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا لكم يا احلى متابعين في الدنيا.